بسم الله الرحمن الرحيم. لمدينا شرح لطريقة إضافة رصيد إلى أبل آي دي أو إلى حسابي في أبل. أنا الآن مثلا لدي رصيد 40 ريال، وحاب مثلا أضيف المبلغ اللي أنا أبغاه. نبدأ ندخل على اللي هو أبل ستور، بعد كده نضغط على الصورة الشخصية، بعد كذا ممكن نضغط على Add Found to Apple ID أو إضافة رصيد، أو ممكن ندخل على الاسم. ننتظر الآن، بعد كذا نختار اللي هو Add أو إضافة، نفس الفكرة. طيب الآن زي ما انتم شايفين حط لنا اللي هو الإيميل، أو حط لنا الاي دي اللي نبغى نضيف عليه. طيب في حال لو إضافة مثلا مبلغ 20 ريال أو 10 ريال، كيف الطريقة؟ زي ما انتم شايفين نضغط على أذر أو أخرى. طيب نجي نقوم نكتب في البداية، شوف لو كتبنا 20 برضو ما جاء، هذه ريالين أو 2، لازم يعني قبل الفاصل نكتب المبلغ اللي نبغاه، وبعد كذا راح نختار على نيكست، وراح ينضاف معانا لنفس الرصيد. هذه في حال إذا أضفنا رصيد على يعني رصيد إضافي على الرصيد الأساسي، وراح ينضاف معانا بكل يسر وسهولة. كان معكم أخوكم خادم ناري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.